شهدت محافظة الإسماعيلية إطلاق قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة حياة كريمة. هذا وتم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 500 مواطن، وضمت القافلة كل التخصصات الطبية من البطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات.